Bak gidi gitti. Bak gidi gitti. Bak gidi gitti. Bak gidi gitti. Hadi be gidi tamam. Everybody come late. Ni. Ha ha ha. مرتبك 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 يب بابا نويل ها يا عيال بنحط عندنا شفره بنحط عندنا شفره اذا قلت انا يعني هذه الناس لازم نصيحه الحين لا 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 وش الا ها خلاص اذا لمست اللمبه لا اذا قمت لمست اللمبه طيب اول ما قوم المس انت ما طولها طولها احمد عندك اول ما المس اللمبه تعرف انه وقت السياحه صيحون كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا جماعة البث المباشر. أنا ما أشوفكم، إن شاء الله أنكم تشوفونا. ناصر مشغول بالأكل بس ما في مشكلة، الأستاذ عبد الله مسؤول الإخراج، الأساتذة الفاضل الباقيين تعرفونهم أغلبهم. عموما اسم العلم، أنا أبي أعرف أول شيء أنتم يوم تفجرون هذا ليش؟ ترحيب. ما ترحب خلاص ترحيب. لا تضرب لا تضرب نقع حطان ترى شوف شوف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ابغى زيكم يا جماعه ما اعطيتوني لا ايوه السلام عليكم يا اخوان. رامي موسيقى حزينه شوي مع شويه حماسيه بنفس الوقت، دورها لما تلقاها. يا جماعه الخير اني لكم لا والله لو ما صحينا إني لكم من الناصحين. يا جماعة الخير الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم والله العظيم. المرحلة اللي انتقلت فيها من 2 مليون إلى 3 مليون مرحلة لا تصدق. راكات هلا. المرحلة اللي انتقلنا فيها من 2 مليون إلى 3 مليون والله العظيم أشكركم عليها. في 3 أشهر يا جماعة من آخر مقطع طالع أمامكم على الشاشة في مقطع اليوتيوب وصلنا 3 مليون في 3 أشهر، الله يعطيكم العافية. هذا أسطورة أبو شايع تستاهل أكثر. رقم 2 لازم أقول هذه الكلمة يا جماعة الخير، لولا الله تعالى لولا الله تعالى ثم دعاء الوالدين ثم الجمهور العزيز ثم أعظم كيان في مجرد درب التبانة باور إي سبورت. ريفريش أبو زهرة ريفريش أبو زهرة يا يول يا يول دقيقة والله غريب موقع ما يكون بوصل 3 مليون وانا قاعد اتكلم. لا لا باقي يا اخي مو بقاعد يجيد. طيب مش مشكله ان شاء الله، نقول مو مشكله. طيب نعطيها كم ثانيه، صارت لي ب 2 مليون وصبرت وان شاء الله ربي فرجها ان شاء الله ربي يرجع. طيب يا جماعه الان ايش كنت بقول انا والله نسيت. ايوه نكمل مقطع اليوتيوب. الله يسعدكم جميعا يا جماعه الخير، الله يعطيكم العافيه. اللي قاعد تشاهدني الان اللي 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 يعني باذن الله هذه كلمه لازم تقولها فهمت هذه اسمها باذن الله تعالى يا جماعه شهرين ابراهيم شهرين ولا كم شهرين شهر ونص شهر ونص يا جماعه 4 مليون باذن الله هذا حاجه يا ساتر مجهزين حاجه كذا اسمها باذن الله بعد 3 مليون لكم انتم اعزائي المشاهدين سواء مني انا ولا بعد من باور كاملين باذن الله ما راح نوقف بنشق الدنيا شق بنفجر ام الدنيا عطنا حدس ولا شيء اقسم بالله جاء في بالي كلام كثير مره شغل لحن يا اخي حرام عليك يا اخي غير لا يا اخي ما نبغى غير يا اخي ركان جيب الجوال ركان جيب الجوال الله استنزل
باقي شوية. كل مو زايد الصوت زيادة. عبر فش. عبر فش شوية. عبر فش شوية. يا رب يا كريم. باقي شوية. والله 3 مليون والله نحن مستعجلين. لا اله الا الله ايش فيه رجع لك قال لك برضه شكله وصلنا اشتغلت يكون وصلنا خايف 2 3 ريفرش 3 مليون بسم الله 3 مليون بسم الله 3 مليون اوه على الكنايه شباب تايمينج تايمينج شباب لا 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 الله يحييكم يا جماعة. ريفريش حبة واحدة الله يرضى لي عليك بس عشان ال ال أيوة السرعة بس. 3 مليون هذه حق هي. مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية كذا بطل الحين. مو مشكلة. خلنا نكمل نص خلنا نكمل كلام حلو كمل كلام حلو. جماعة الخير أنتم متوترين مثلي ولا؟ أيوة يا أخي تكفى. يا أخي فيني حشران. فيني حشران. أيوة. راح يديك. لا لا ما يديك لا لا ما يديك ما يديك. أنا اليوم أجلس. اليوم اجلس والله يمديك ترى لسه باقي خليك بسروالك يا عمي عايق ايوه حبه واحده عن الخاطر بسم الله اللهم يسرها مو مشكله اللي يقهر من الركن اللي عنده يزيد اللي عسار ما يتحوش شباب الله يعين على ركان قولوا امين اللهم خلنا ندعي لهم يا اخي صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي هذه دعوه لكم كلكم اسال الله العلي العظيم انه يسعدكم جميعا امين قولوا امين امين اسال الله انه يجعلكم في جنات النعيم امين الله يجعل لكم حظ من وين ما وليتوا امين اسال الله انه يرزقكم الفردوس الاعلى امين الله يرحم موتاكم امين الله يجمعكم في جنات النعيم امين اسال رب العباد انه ييسر اموركم في الدنيا امين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم اسعد امهاتنا وابائنا اجمعين امين اللهم اطول في اعمارهم على طاعتك امين اللهم اطل في اعمار ولاه امورنا امين اللهم وفقهم الحمد لله على كل حال امين اللهم لك الحمد آمين. بالله حب ريفريش عشان الدعاء الطيب هذا حسيت فيها 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 قرب قناتك ادخل الاستوديو من تحت ادخل الاستوديو من تحت ايوه تفهم قهرني اليوتيوب ورب البيت لا 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 ها 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 يا اخي شكلي
دخلت صح؟ لا والله انا هذا اللي كتبته يا اخي. انت قاعد يا يا لا يكون دخلت يا شباب موضوعكم مو مهم، موضوعي مهم يا انا ابغى اشوف ما تسرح حريق. السلام عليكم، صوت نكلمهم بالاسلوب. الله يمسيكم بالخير، سلام عليكم يا اليوتيوب. انا رجال إن كان جنبي رقم اثنين، رقم اثنين ما قصر، جلس معانا ثلاثة شهور. جاء رقم ثلاثة يا جماعة، يا رقم ثلاثة، يا رقم ثلاثة تكفى. شوف رقم واحد مشى على طول وجاء بعدها اثنين، يا رقم اثنين روح وخلي ثلاثة يجي سوي فرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم اثنين، كثر الله خيرك وجمل الله حالك، والله انك صبرت معنا وما قصرتنا فداك، فلو تكرمت الله يستر علينا وعليك. الوجه من وجه ابيض، حنا ما عاد ودنا فيك، حنا ما عاد ودنا فيك، نبي ثلاثة اخوك الكبير. مين بجحده؟ اي والله ما بجحده والله، خلص اي والله انا اشهد. ثلاثة اخوك الكبير، جيب اخوك الكبير، جيب اخوك الكبير، جيبه. عطى شوفه زين 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 زين. امانة يا اخي، يا اخي امانة يا اخي، روح يا اخي، روح يا اخي، روح يا اخي. شناكل شناكل يا اخي. عط عط عط. بالله اعطي دس ريستايل. يرحم امك. تكفى تكفى يا اخي، نبي ناكل كيكة يا اخي. تكفى حدث، روح اقدم. شو سكرت اغنية يا اخوي؟ كان حماس. هذا عدوس شغل شغل، يمكن يبغى له مرجله. يا عيال صدقوني ابراهيم عنده ميزه الاقناع. اي والله ابراهيم. ابراهيم ابراهيم عدوس هذا هذا. طيب اسمع يا مايك، اسمع. اها اسمع الاثنين. ايوه اسمع. ايوه اها اسمع. ايه ابغى شيء اسرع شوي. اها الحين جيك الحين جيك. والله ما قصرت يا اخي، روح وجيب اخوك الكبير. لا اجيك والله العظيم وتروح وتطير، اقول جيب اثنين. يلا حلوين ما علي منكم، يلا هالحين رقم اثنين. الله يحفظ. حبر فريش حبر فريش. طيب عطى 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 جو قصايد. واقف على رجولي ما احتاج غيري، سرع كاس تنوي تكسر رجلي، حاقد واكسر سعيك بالانجاز. اسمي باور اكبر تاور، والتعبير الصح انجاز. الكل يتساقط جنبي واقف والكل ينحاز، فرض وجودي طرق حارق صدر الهيترز حرق. غاب غير صعودي السلم حتى الاعمش. حبه عن الخاطر. ابغى بلعب في سعد. صايد 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 صايد. يا الاثنين روح سكبت عالية ثلاثة. نبغى نفرح اليوم نستكن لين الفجر. نبغى نرقص نرقص، نبغى ناكل طرطة، نبغى نفرح كلنا مع بعض يسطى يسطى. طيب نبغى نصيد، نبغى نصيد جو الاثنين، لازم نصيد جو الاثنين. جربنا مرجلة، جربنا دس، جربنا شيء. لا يمكن بيبي شكل اطلق، لانها بيبي، لانها بيبي صغيره فلان اكبر منها. بيبي شكل اطلق يا اخي، تفهم؟ بيبي شكل اطلق، بيبي شكل اطلق والله تفهم. ايوه بيبي شكل اطلق، بيبي شكل اطلق. لسيوف اقوى من نار عرفت كيف الرد. ها لا ودي ولا
انسان جحود. انا اشهد. سلطات بتتكلم عني. تعال تعال تعال. الله يسعدكم دنيا واخره. والله العظيمكم اسعدتون. يعلم الله انكم ادخلتوا السعاده فيني. الله يجعلكم في جنات النعيم واجمعنا معكم. اللهم يا جماعه. عاد اتكلم بلسان الجمهور وانت اسعدتنا بعد المقاطعكم. يا حبيبي الدواكل المتجدد والمتغير دائما. يا اخي والله اطلق مهرج في ديتس. ناصر ترى بدنا توصل للمليون اجيب لك يعني. الله يسعدكم دنيا واخره. اقسم بالله يا اخوان اشكركم من اعماق قلبي. والله العظيم ما قصرتوا. انبسطنا والله العظيم من الاثنين للثلاثة. مرت بسرعة, مرت بخيرها. ما ابغى اقول شر, ان شاء الله ما فيها شر. الله يسعدكم. كل اللي اقدر اقوله اني اوعدكم ان احنا ما نوقف. اوعدكم انكم تشوفون احمد اقوى من اللي قبله كل مرة. كل مرة من عنده. باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. لا ابوك لا ابوك. شارك حلوة اللي مع الوجيه الطيب اللي معانا اليوم. حرقنا لا يا اخي. ركان هذا غبي. ركان الكيكه يا الكيكه طرطتي طرطتي. اسمع احمد, هم دائما في كل فعاليه يقطعونها من النص. طرطه يا احمد. وش رايك نكسر الروتين ونقطعها من هنا طرطتي وناكل؟ انا مو مجوع. بسم الله سموا يا شباب. يا احمد كل كل وكلوا وكلوا. قول 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 مو كذا يعني. ما دخلت ولا صورت الطرطه. قول كلكم كده. رامي ايزي رامي ايزي همين رامي ايزي همين. يا اخي ابراهيم حرام عليك القرش. يا سبب وش كثير الناحيه وحرام تروح يا سبب. ما راح تروح ما راح تروح صوب الحين شباب مو بالحين تاكل. الله يسعدكم. والله العظيم ما قصرتوا لي في البث مباشرة. شكرا لكم من أعماق قلبي. شكرا لكم تحملتوا. شكرا لكم قاعدين تدخلون نكسر أرقام جديدة في كل وقت. كل مرة نكسر رقم جديد, كل مرة نكسر رقم جديد. الله يسعدكم. هذه قوة. الله يسعدكم. والله إنكم محزن وإنكم ظهر. أقسم بالله ويشهد الله إني ما أقول ذا الكلام إلا من فعايلكم اللي أشوفها معي في كل مكان, في كل مكان, في تويتش, في نونو, في اليوتيوب, حتى في الواتساب. داهمتوني يوم رقمي طلع. داهمتوني. شقتوني شق. الله يسعدكم ويكثر خيركم. الله عليك. الله يسعدك. اقسم بالله اني ما ادري ايش اقول. 76,000 الله يجعلكم في جنات النعيم. شكرا لكل واحد حضر. شكرا للناس اللي دعمتنا. شكرا للناس اللي قالت كلام حلو. والله مره مستانس. قدمنا اداء طيب الحمد لله. بدي ايش تبون اسوي؟ تعبت وانا واقف. كل اللي اقدر اقوله ان ما راح انساكم من دعائنا باذن الله تعالى. واتوقع اني والله صراحه ودي الليله هذه اخذ راحتي فيها مره واريح نفسي. المفروض اني ابي فيكم بالطويله. وكان اوعدكم انه مو بكره بعد بكره راح يجيكم اشياء بدون توقف, بدون مباشرة, مقاطع تصدنك, تجننك, تشيب شعر راسك. يكون مني هذا الكلام. الله يعطيكم العافية يا أخوان. الله يسعدكم. أتوقع أني لازم أختم الآن. الله يقدرني على رضاكم وسعادكم. شكرا من أعماق قلبي يا حبايبي. السلام عليكم. الله يسعدكم. فمان الله يا جماعة. حياكم الله يا جماعة. الله يجعلكم في سعادة. قولوا آمين. سلام عليكم. مقدمة في النهاية ما أدري كيف, لكن عشان الموضوع اللي بقوله الآن كثير ناس تسألني عنه وحبيت أقول لكم عنه. طبعا مو موضوع 3 مليون الوعد اللي وعدتكم حق الوالد, هذا بيصير, لكن الآن إحنا بيوم وطني لازم شوي يهدي الوضع عشان أقدر ألقى لي رحلة وأرجع وأصور لكم بإذن الله. فإن شاء الله راح يكون في مقطع كامل مع الوالد. هذا رقم واحد. رقم اثنين يا جماعة, بعد ما وصلنا 3 مليون حبيت أقول لكم اللهم لك الحمد. بعد انتظار طويل عزيزي المشاهد تم وبحمد الله اطلاق المتجر بشكل رسمي
بنستعرضها الآن مع بعض بإذن الله تعالى. طيب يا أخوان، الآن موجود بالوصف رابط تضغط عليه راح يدخلك على طول المتجر. المتجر جاهز تقدر تطلب فيه على طول، يعني أول ما تدخل أمام مكان يطلع لك فيه الأسماء والأقسام اللي موجودة. مثلا تضغط على S6B اللي موجودة أمامكم بيطلع لكم المنتجات اللي موجودة عندي الآن، لكن المنتجات طلب مسبق، يعني تطلبها وتوصلك بعد 3 إلى 4 أسابيع إنها طلب مسبق، تجيك من المصنع على طول، ومستقبلا راح تكون جاهزة وتجيك على طول بنفس الأسبوع وثلاث أربع أيام بالكثير. لو تلاحظ أمامك الآن التيشيرتات اللي موجودة والبلوفرات، تيشيرت S6B نفس اللي أنا لابسها الآن بالضبط، البلوفر الأبيض والبلوفر الأسود، وبرضه إذا تبغيت تشتري حقة باور موجودة نفس الجيرسي حق باور، وفي منتجات ثانية تقدر تحصلها عند باقي الشباب. نشرح شرح سريع كيف تبغى تطلب. مثلا تبي تختار مثلا الجيرسي هذا، تضغط عليه، تبغى تبدل شيء في الصورة الثانية، تلف يسار تلف يمين تلقى صورة ثانية للجيرسي أو التيشيرت، وتلقى المقاسات موجودة، رقم 1 هو العرض، رقم 2 الطول، وتشوفها من الجدول هذا عشان تحدد اكس سمول وسمول ميديم وتعرف مقاسك اللي تحتاجها انت بالضبط. تمام. تبغى تفاصيل زيادة عن نوع الخامة، يعني مثلا هذا بوليستر مو بقطن، البلوفر خامته قوية مرة، البلوفر خامته مرة قوية فسعره أغلى، البلوفر مو بنفس الجيرسي يختلف تماما. تبغى تقرأ التفاصيل تقدر تروح عند كل واحدة وتقرأ تفاصيلها. مثلا اخترت انك تبي تطلب، تمام، الآن تبي تطلب حط الكمية اللي تبيها، مثلا 1 تختار المقاس حق مثلا سمول أو ميديم اللي هو، حط إضافة إلى السلة. أول ما تضيفها للسلة تطلع فوق عند المكان اللي أضفته، أنت اخترت مثلا الآن 1 تحط إتمام الطلب، تخش على طول على صفحة الطلب وبعدها تحدد فقط المعلومات اللي أنت ساكن فيها، مثلا الرياض، طبعا جميع يا جماعة المدن موجودة إلى أي مكان بالعالم يوصلوا لك، أي مكان، مثلا تختار الدولة اللي تبغاها، الإمارات، الكويت، قطر، أي شيء، لو إنك إن شاء الله بلاروس هذا مدري وين، أي مكان، تحط المدينة حقتك واسم الحي والشارع المواصفات حقتك، وتختار طريقة الدفع مدى وبطاقة ائتمانية وتحويل بنكي. فيه دفع عند الاستلام لكن إلى الآن ما أضفناه، لأن أول شيء راح نجرب كيف الوضع في الطلب المسبق، راح يكون دفع قبل الاستلام، تمام، وتحط البطاقات اللي تحتاجها وتدفع على طول، وبعد ما تحط البطاقات والبيانات إكمال الدفع وعلى طول تقدر تدفع وتكمل أمورك. طبعا هذا بالنسبة للطلب، برضو تقدر تشوف باقي الشباب والصفحات حقتهم وتقدر تختار اللي يعجبك فيه، أشياء ثانية أكسسوري ثانية تقدر تختارها. هذه التيشيرتات اللي أنا إلى الآن نزلتها الثلاثة هذه والجيرسي حق باور. إذا بغيت تفاصيل أكثر في قسم للدعم سألهم عن أي شيء، وإن شاء الله أن كل شيء واضح لكم. هذه بداية إن شاء الله، مستقبلا راح نبدأ حبة حبة نوسع ونقدر نسوي أشياء جديدة لكم برضو بإذن الله تعجبكم. حبيت أشرح لكم الشرح هذا وأتمنى لكم تأخذون نظرة، الرابط موجود تحت، شيكم وتلقون أشياء تعجبكم. الله يسعدكم، شكرا من أعماق قلبي، وزي ما وعدتكم مقطع 3 مليون اللي فيه يطلع أبوي بإذن الله قريب، لكن خلوني بس أرجع وألقى تذكرة أرجع فيها لأهلي وأصور معهم بإذن الله. شكرا جزيلا يا جماعة الخير، الله يسعدكم الله يسعدكم الله يسعدكم. لا تنسى اللايك والاشتراك ورانا خط 4 مليون. شكرا لكم، شيكوا على الرابط تحت، السلام عليكم. جيش السواحات نسعى خلف القمة واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر، نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز S6B افضل كود في ساحتكم، فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري، هذه بس بداية دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.